في واحد بيسألني سؤال من العراق، بيقول: أبونا العزيز، نطلب منك أن تقارن بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد، ومن كان ضارب على يد الله حتى يدخلنا في تلك التجارب التي بموجبها نحن الآن نعاني منها، نحن البشر، من وضعنا مبررات وأخطاء إله العهد القديم الذي لم يكن في قلبه ذرة رحمة. ربنا ما في قلبوش ذرة رحمة؟ طب أنا هقول لك حاجة يا صاحب السؤال، قبل ما أجاوب على السؤال، الله الماضي والحاضر والمستقبل كائن أمامه، فلو ربنا في قلبه ذرة كراهية، مش ذرة رحمة، ما كانش خلقك، لأن عارفك هتغلط فيه، وخلقك وعارفك بتتكلم، إن الله المحبة ما عندوش ذرة رحمة، وبيبعت لك رزقك واقف معاك. بس أنا بلتمس لك العذر بسبب واحد، إنك من العراق، والعراق مر بمشاكل كتيرة، بس مش ربنا اللي عمل كده. ربنا لما خلقنا، خلقنا على صورته ومثاله، وبما إن الله حر أصبح الإنسان حر، وحرية الإنسان أذت الإنسان. هو ربنا اللي قال لا تقتل، مين اللي قتل هابيل؟ ربنا ولا أخوه قايين؟ الإنسان هو اللي بيقتل أخوه الإنسان. الإنسان ما عندوش ذرة رحمة. لكن بالنسبة للعهد القديم والعهد الجديد، عايز أقول لكم إن ربنا بيتعامل، وشرحتها أكتر من مرة، بسبع تدابير. سبع تدابير، لأنكم أنتوا تؤمنوا بالتطور. إحنا موجودين في عصر قابل للتطور. يعني هل الزمن اللي أنتوا عايشينه دلوقتي زي من 100 سنة؟ زي من 200 سنة؟ زي من 500 سنة؟ بلاش. انت بتمر بكم مرحلة؟ بتمر بايه؟ رضيع، ثم طفل، 2، ثم صبي، 3، ثم شاب، 4، ثم رجل، 5، ثم شيخ، 6، ثم كهل، 7. اي انسان فيكم ربنا يديله طول العمر في حياته هيمشي بكم مرحلة؟ 7 مراحل. هل مرحلة الرضاعة هي مرحلة الشباب؟ لا، الرضاعة لها وضعها، الطفولة لها وضعها، الصبا لها وضعها، الشباب اللي هي المراهقة لها وضعها، الرجولة أو الأنوثة لها وضعها، الشيخوخة لها وضعها، والكهولة لها وضعها. برضو ربنا كان بيتماشى مع الإنسان، والدليل على ذلك لما كان بيتكلم مع تلاميذه يقول في أمور أخرى عايز أقولها لكم، بس أنتم ما تحتملوش تستمعوها دلوقت. لما جه في صورة عبد إنسان، لما اختار تلاميذه خدموا معاه كم سنة؟ 3 سنين. هل في أول الخدمة قال لهم أنا مين؟ لا، في نهاية الخدمة، من يقول الناس عني ابن الإنسان؟ وابتدوا يقولوا له، في ناس بيقولوا إيليا، وفي ناس بيقولوا أرميا، وفي ناس بيقولوا يوحنا المعمدان قام، وفي ناس بيقولوا قام من الأموات، وأنتم ماذا تقولون؟ بطرس لما اتكلم قال له مش منك لحما ودما لم يعلن لك ذلك، لما قال له أنت المسيح ابن الله الحي. هكذا في 7 مراحل الله بيدخل فيها الإنسان، كل مرحلة تختلف عن التانية. أول مرحلة البراءة، ودي حياة آدم في الجنة، ودي بتاخدها أنت، بتاخدها فترة إيه؟ الطفولة. المرحلة التانية أو التدبير التاني الضمير،
وده من ساعة ما آدم اطرد من الجنة، يعني البراءة في فترة الجنة. لما اطرد من الجنة لغاية الطوفان ربنا كان بيعامل الإنسان سايبه لضميره، لا البراءة نفعت ولا الضمير نفع. الضمير بدأ بأن واحد قتل أخوه وانتهى أن الله قال تصورات قلب الإنسان صارت شريرة، هو بشر. بعد الطوفان بدأت المرحلة الثالثة، مرحلة الحكومات. مين كان أول ملك للعالم؟ نوح. ماذا قال الله لنوح؟ سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. دي المحاكم، دي الملوك والرؤساء، يعني ناس تحكم وناس تتحكم. لو واحد قتل يقبضوا عليه ويحكموه وبنفس القصاص ياخده. فدي كانت المرحلة الثالثة، مرحلة الحكومات. طيب هل قدرت العالم يستقيم في الحكومات؟ ما حصلش. روح اقروا لما بني اسرائيل طلبوا ملك، قال لهم ده الملك هيستعبدكم وهيعمل وياخد ممتلكاتكم وياخد الضرائب ويعمل ويعمل فيكم. قالوا له موافقين. طب والقضاء؟ سليمان الحكيم قال في موضع العدل وجدت جورا، وانتوا بتقولوا ياما في السجن مظالم. طيب المرحلة الرابعة، مرحلة الأبوة والبنوة، الآباء البطاركة. بلاش سيد وعبد أو حاكم ومحكوم، لا خلي أب وابن. مين الأبوة والبنوة؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب. أربع شخصيات مروا بالمرحلة دي. الأب هو كاهن العيلة، والأب هو قائد العيلة. إبراهيم يقدم ذبائح لأولاده، إسحاق يقدم ذبائح لأولاده، يعقوب يقدم ذبائح لأولاده، أيوب يقدم ذبائح لأولاده. طب ودي نفعت؟ فشلت. يعقوب علم ولاده الكذب. إبراهيم لما هرب لمصر وقال على امرأته إنها أخته، إسحاق عمل نفس العملة وقال عن رفقة إنها أخته. فلم تكن الأبوة كاملة لكي تقتدي بها البنوة. راح بعت ربنا العهد الخامس، الناموس. الناموس ده أحبائي الفكر البشري، يعني ربنا عايز يجيبنا من الوطاطي للمستوى الأرضي. عشان كده شعب إسرائيل شعب أرضي، الأرض لكل فعل رد فعل. تحبني أحبك، تكرهني أكرهك، عين بعين وسن بسن. يعني تخلع لعيني هخلع لك عينك، تخلع لسنتي هخلع لك سنتك، الغالي بالغالي والرخيص بالرخيص. ده عهد الناموس. عهد الناموس ده مستوى أرضي، لكن احنا مخلوقين مش عشان نفضل في الأرض، عشان نروح السماء. فجاء التدبير السادس، تدبير النعمة. تدبير النعمة ده تقول لي طب ده أعلى من مستوى الإنسان. أيوة أعلى من مستوى الإنسان، أعلى بكتير. ده الآدم جت وصية اتكعبل، المفروض كان موسى يجيب ايه نص وصية، جاب 10 وصايا اتكعبلنا. جه المسيح قال طب نخليهم 5، لا ده زود عليها، لم أقتل أنقذ بل أكمل. عهد النعمة بقى ده اللي احنا فيه، اللي صاحب السؤال بيسألني، يختلف عن عهد الناموس. عهد الناموس في أرض، في حكم، في بركات أرضية، تمشي مع ربنا يبارك لك في صحتك، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في بيتك، تمشي وحش أعوج يجي لك الأمراض، يجوا الأعداء عليك. ده العهد الأرضي. العهد الأرضي ده اللي قاد لعهد النعمة. العهد الأرضي هو عبارة عن عهد بين الله وبين الإنسان، الله أمين والإنسان عديم الأمانة. اللي بيحصل لك يا صاحب السؤال في العراق مش من الله، والله غير راضي عنه.
تقول لي طب وربنا مش بيتدخل ليه؟ لان ربنا ادى الانسان الحرية، ولو اتدخل يشيل الحرية. طب ما هو كان راضي ربنا يمشيك على العجين ما تلخبطوش، تكذب لسانك تجي له نقطة تخرص، تبص بصة وحشة عين تعمى هتمشي زي الالف. بس مش حب في ربنا، خوف من ربنا. ربنا عايزك تجيله بالحب، مش عايزك تجيله بالخوف. لا الخوف يغير ولا الإغراء يغير، يعني لا الترهيب ولا الترغيب. وشفنا، شفنا الترهيب مرتين غرق العالم بالطوفان، طلع نوح سكر وتعرى ما تغيرش. حرق سدوم وعمورة، بنات لوط خلفوا من أبوهم أكتر من الشذوذ وأصعب. ده الترهيب. طب الترغيب، ربنا ادى سليمان الذهب زي التراب واداله كل حاجة، اتجوز 1000، كل اللي عايزه خده، وقال كل ما اشتهت عيني لم أمنعه عنها، وفي الآخر بخر للأوثان. لكن الحب اللي بيظهر عند صليب المسيح يسوع، الله بين لنا محبته إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا. خدنا كام تدبير؟ 6. فاضل إيه؟ 7. إيه هو؟ تدبير الملك. هيجي المسيح بقى يبيد كل الأشرار، وتسمع الصوت قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. عشان كده سفر الرؤيا يبدأ أنا يسوع رئيس ملوك الأرض، الملوك اللي في الأرض دول أنا رئيسهم. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟